من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاست انت المقدرة عفاست انت المقدرة عاني ظروفك واكهرة عاني ظروفك واكهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرى يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر انا بجد تعبت يا صادق بجد تعبت من العباس ده يا اخي ما ممكن يشغل يشيل 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 ما بيديني خالص في الشهرين اللي فاتوا دين براها 7000 قروش اداها منه والغايز نعرف شنو يا اخي عندهم اراضي وعندهم بيوت وعندهم دكاكين يا اخي ما يبيع يديني حقي يا اخي ايوه بمناسبه حقي دي انتوا انا حقي وين عرسك ده انا ما بعته فيه البوكسي وانت بعتي ذهبك وعباس قال بدينا وين حقنا في الموضوع ده بدينا يا اخي بدينا بس كله منك انت ما بديني زول ولا تحريفه بسببك انت دي انت دي تشيله وتديه ليه تديه يا اخي يا اخي ما يدينا ما بيقروش يا اخي يا اخي ما خلاص يعني انا شنو يعني شوف يا عديله انا عندي لك فكره لو نفذناها ذهبك برجع وحاجاتي بترجع جد اي شنو تتذكر صاحبتك الزمان كانت وزيرة اسمها نجوى نجوى المحامية بس يا حليل لحد هسه ما عرسك يس والله اذا توشى ذاته ما وشى العرس المهم نجوى دي انا بتذكر لما ايام العرس دي اي حاجه دفعناها لعباس كتبتها في ورقه ومضته وبصمته على الورقه دي صح تتذكر الكلام ده اي اي بس تقومي تضربي تليفون لصاحبتك نجوى تجيك هناك في البيت وانا بمشي معاك نشيل منها الورقه وانت لما نشيل منها الورقه تطبق هدومك في شنطه وتجي هنا عشان ما تقول لي الله عباس ما في كلام زي ده طيب هي شنطتك هنا وانا بشيل الورقه وبمشي لعباس اوري لك المكشن بلا بصل هي لكن جرجروا في المحاكم يا صادق لا 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 ما جرجره ولا اي حاجه قرصه خفيفه كده بس عشان ادينا حقنا يا اخوانا كان قرصه خفيفه ومرجعين ذهبنا وحاجاتي خلاص خلاص بس انت بس بعدين ما تحن علي ما بحن خلاص عشان كده انا الحاد عامل معاه بالورقه دي كويس اوكي يا زولا خلاص انا نمشي عشان اضرب النجوى جدا اضرب النجوى عباس يقبل انا يا اخي بسبب عرسك ده يا اخي بعت بوكسين يا اخي ليه يا اخي انت قالت الدم دي يا اخي يا صادق يا اخي انت زول عاقل ورزين يا زول عاقل لا رزين ولا ما تعمل لك حركات اسمع هنا يا زول هوي احنا دايرين حقنا دايرين منك 13000 واسعد الكواريك دي كلها يا صادق في 13000 13000 ده حسب العادل 7000 دولار ده دايرينه منك 7000 دولار يا اخي عباس يا اخي شنو انا قالوا لكم وين احنا يا زول هوي ما تقول لي نلقاه لك وين انت احنا ما عارفين القروش المدكنه والمدفنه وقطعه الارض يا اخي انت ما وارث قطعه الارض قدر الضربه يا اخي داير باش داير تلعب فيها كوره يا اخي اقول لك حاجه يا 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 صادق نتم الكلام ده نتم جوا يا شوف يا زول هوي يا تدينا قروشنا يا عديله دي تقعد في بيت اهلها لحين السداد حاجه عجيبه يا اخي طب تشوف ما تشوف يا اخي مالك الواحد ماشي زي العميان يا اخي تستعش كده يا اخي هل القى منك انت ولا القى من منو يا اخي ما عارف الواحد فيهم ماشي بس مو بعيد لا بالراحه يا اخي ما يا اخي على طول يا اخي لا 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 يا اخي لا بهدوء بالراحه يا اخي تفضل اقعد فيش ما اقعد بالراحه اقعد برواقه يا اخي برواقه كل لا تتحلى يا شيخ بالراحه اجيب لك مويه واجي دقيقه تفضلي يا عديله
الورق ده فيه كل القروش اللي دفعتوها لعباس ايام عزك بينتوها له، انا كاتباها وهو باطم وخاتم وماضي على الكلام ده، يعني ورق قانوني 100%. لا يا اخي والله اصلا متخيلت يا نجمه انك تكون محتفظه بالورق ده لحد هسه. لا لا يا عديلة، انا اي ورق قانوني عندي بحتفظ به بخط في عيوني، تمام؟ بعدين خصوصا الاوراق اللي بتتعلق بقضايا المجاهدين. هو انت عارفه شنو يا نجوى؟ هو اصلا عباس ده والله يعني بس هو ما قاعد يقصر، لكن قلنا شنو نقرصه حبه كده. ما حبه يقرصي، شفتي لما انت كب الدم دايرين نطلع القروش المدكره دي؟ والله اقرص لك قرصه، باقي الرجال ده شفتي لو ما قرصتيهم قرصتيهم قرص حاره كده ما بطلعوا حقهم. ها؟ لا لا قصدي الرجال القصار ديل لو ما قرصوه ما طلعوا قروش. هو عباس طبعا ما قصير شديد، هو مربوع يعني قرصه خفيفه كده. يا زول مربع مكعب قرصي بس. والله يا قرصه لما تجيب الدم. يا اخي 13,000 دولار تصور 13,000 دولار دايرينها منا السيدي في الوقت الراهي. لا حول يا اخي. المحاميه صاحبتها دي متزوجه؟ لا لا ما متزوجه. والعربيه الراكبه العربيه دي حقتها سياسه؟ لا عندها عربيه وعندها بيت. طيب يعني ابو لعبه الزوجه الزوجه؟ ايوه. كيف يعني وانا متزوج عديله؟ لا يا اخي اقرصها بعديله، يعني اعمل انه المحاميه دايرها يعني نظام ما فهمت يعني. لا يعني انا اعمل المحاميه عند دائرة. أيوة. لا 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 أنت حظك. أيوة. كده. وين؟ ما شاف روس. تمام. أجبنا ما شربت. يا إخواننا بس اسمحوا لي لأنه تمني. أما ما شربت العصير. لا 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 أنا عاملة روجين بالوازع. روجين؟ أيوة عاملة روجين. بس اسمحوا لي لأنه أنا عندي زمن. وأنت عارفة طبعاً بيجي. أيوة. المواعيد. والله أنا اليوم ما قصرت. كتر خيرك وبارك الله فيك والله. يلا يلا اسمحوا لي بعد إذنكم. أمان الله. يلا سلام عليكم. تفضل تفضل تفضل. يلا الله يخليك تسلم. تسلم إن شاء الله. تسلم يا نجوى يا أخي والله عزمناك معليش وتمثلناك جينا لحد هنا. لا لا يا أخي عادي عادي الموضوع ده ولا يهمني. بعدين ما تشيل أيهم الموضوع ده منتهي. بعدين نحل القانون في صفنا. يعني الحاجات دي كلها شو ماسكينها في يدنا كده. تمام يلا والله لو ما بس مشغول شويه كان قعدت معاكم. تسلم يا استاذ. يلا يلا مع السلامه. عايزين على شكرك يا تسلم والله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا استاذه. يا استاذه بس عباس اتجوز. هاي هاي مشاليه. اها شفت ذي الكلام ما ينفع. عباس يمشي يقول لها كلام يغير رايه. يغير رايه شنو؟ نجوى دي نقيضه تعرف تقعده في علبه. هي واثقه منها انت؟ جدا جدا طبعا. بس الشمار كاتبني. نعم يا عباس. داري اسالك سؤال. اي سؤال؟ هناك في المحكمه. لا لا ده ما مخصوص المحكمه. داري اسالك سؤال خاص. اتفضل. انت متزوجه؟ واي قلت شنو؟ دقيقه ما شايف برضه صدي ما شايف اي حاجه والله. ما متزوجه داري راجل بايره. لا انت قلت شنو؟ ما تتكلم اسكت قول لي حاطط شنو مالك انت ما سالتني قلت لي ما معرسه. انا ما معرسه. انا داري اتقدم لك. تتقدم لي؟ لا لا تتقدم لي؟ تتقدم انت متاكد؟ انا مازون قاعد جاهز بس. لا ما لا والله لا 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 مازون جبتنا قلت لك اركب بعد يلا بنت يلا بنت كده يراك. لا لا خش لا والله يلا بنت خش قلت لك يلا بنت كده لا يا عديله عديله يا اختي ورثتك حتصل لك. عديله عديله انا ما قلت لك البايره دي بتركب الماتور. يا عديله دي قرصة سانجر والله قرصة ابوكي قرصة بتاع الساعة أري حمرك. لا 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 يا هاي أنا ما كلمتك قلت لك صاحبتك الباير دي بتركب الماسورة ما تقطع. عباس يا